فيروس. طبعا مرض ضد المرأة مش كان في تونس، في دول كما الباكستان كما في افريقيا. يعني المرأة نورمال انها تتعرض للأسيد اتاك وقت تحب تطلق وقت تحب حريتها. انا كنت من بين المشاركين في نيبال. نيبال اللي دولة اللي تعرف معروفة بالبوذيزم وكل شيء. ما كانش ما يجي على بالي اني باش نشارك في دولة يعني على بيس ميديشن. وغادي قابلت امرأة بدلت لي حياتي. المرأة هذه اسمها كاملة بهاسين. هي كانت يعني مرشحة لجائزة نوبل للسلام بالهند. وكي قابلتها قالت لي احيانا علاش ما تعملوش الوان بيلي رايزنج في تونس. انا ما جاش على بالي اصلا اني نجم نعمل ايفينمون هكاكا مع تيم كبير. ما جاش على بالي انه في جمعتين وقت اللي روحت نجم نتحصلوا على سبونسورين ونعملوا ايفينمون اللي ترشح باش يشارك في ساندانس فيستيفال في هوليوود يو اس اي. هذايا الكل مش على خاطر حابين نفوتوا روحنا برا. حبينا زادة ان نبرهنوا اللي تونس راهي ديما في اي ايفانس كيف نهكا على حريه المراه ولا التعبير ولا الفن. كما تراو اليوم الشباب قادر باش يبدل برشا حاجات. كنت اصغر وحده كما تشوفوا في المشاركين. كنت اصغر وحده وفهم انسان بدلوا لي حياتي. فهم شكون اللي تحكي لي على قصه النجاح نتاعها في الهند. كيفاش صارت حرب ما بين قبائل وطلعوا السيد كل على الجبل وعملوا سلسله بشريه وشادين بعضهم وقالوا لهم كان ما تحبوش تعملوا السلام اقتلونا قبل. شفت السيد زاد اخرين واحده انها حبت تكمل خدمتها وراجلها ما حبش صب عليها يعني يضرب فرق على وجهها وتشوهت وقالت لي كلمه بدلت لي حياتي. قالت لي ممكن انا فما تشوهات في وجهي اما قلبي ديما فيه حب الجمال وحب الحياه. هذاك اللي خلاني نرجع ولكن كانت فما ديما غصه في قلبي اليوم باش نحكي لكم عليها. انا اصيت وليت القصرين وكما تعرفوا القصرين كبلاد من المناطق الداخليه اللي ما فيهاش ميزون دو كولتور كيما اللي هنا ما فيهمش يعني شباب وتيحت لهم الفرصه باش يكبروا رواحهم. ما كان عندك حتى شيء. كنت ديما تتربى انك تتقمع انه احلامك تموت. كنت ديما تتربى انه ابعد حاجه ممكن توصل لها هو انك تمشي تخدم في ولايه مجاوره في معمل ولا اي حاجه. كنت صغيره كان حلمي خزرت لهم اصحابي قلت لهم نمشي لامريكا. ضحكوا عليا الكل مش على حاجه لانه امريكا اتس ذا بيج دريم اما على خاطر بالنسبه لهم كانت ابعد نقطه جغرافيه تنجم تمشي لها. وبالنسبه للطفله الجايه من القصرين يعني مستحيل باش توصل لبلايص هذيك. لكن انا فما ناس دعموني اللي هما أول حاجة عائلتي، وهذا الفضل يعود لجدي الله يرحمه، خاطر عن طريق الكتب، خلاني نحل مخي، وحل الأبعاد في برشا حاجات. I start to believe in myself. وأول حاجة عملتها، علاش ما نبدلوش العقلية في القصرين؟ وجينا من فريق من 4 و5، حملات تنظيف، حاجات يعني ثقافية كيما الإيفانس اللي كيف هذا، وبعديك شي حبينا نخمو لبعيد. علاش ولات القصرين ما يتبدلش الكونسيبت اللي هي ديما تدمر وفما ديما تدمير وفما مظاهرات وفما عنف والشباب ما يعرفش يعبر على روحه. بدينا بإيفان اسمه اشلي 619 اشلي تونسي. اكيد تعرفوا لي بالمو هذايا اللي هو دعم المنتوج التونسي وتحفيز المستهلك التونسي باش يشري المنتوجات المحليه. وخاصه ولات القصرين كانت معروفه بالكونترا الغاز برشا عائلات كانوا يسترزقوا منها. مانيش نبرر لهم هي حاجه غلطه وتضر الاقتصاد المحلي نتاعنا برشا اما كانوا ما يعملوش يجيبوا منتوجات متزايد وغيرها كانت برشا عائلات تموت. هذاك علاش بدينا الحمله هذه كيما تراو اول تيزر عملناه هي عملنا 619 بالكبيره بالجمع. برشا كانوا يسالونا زعما هذا عيد ميلاد رئيس البلديه زعما هذا ما نعرفش مين خاطر ما كانوش متعودين بالحاجات هذيا. بدينا نفسروا لهم ومشينا للاسواق حتى ياخذوا في الكونترا. وكان هذاك تهديد لحياتنا خاطر انت باش تمشي لواحد تجيب بسرعه من الجزائر وتجيب الكليون نتاعو تقول له ما تشريش من هذيك راهو ضرك في صحتك راهو للشمس وراهو غيرها اما هو تنجم تشري من المنتوجات التونسيه وسيرتو عملنا هذا في شهر رمضان يعني تعرف التوانسه يموتوا ياسر على الماكله والشهوات الكل تتحل. بعد ما عملت الايفنت هذاك خمدت بيني وبين روحي زعما هذا الحاجه نحب عليها علاش ليه اني نتوسع اكثر ما نخدمش كان على ولايه القصرين. هذاك واش
خلاني ناسس مع اصحابي اسوسياسيون يانغ ليدرز انتربرينورز. شكون سمع بها؟ اسوسياسيون يانغ ليدرز انتربرينورز هي فيها الشباب ونخدموا على الشباب كيما الفريق اللي عمل بير اليوم. عملنا برشا ايفانتس وبرشا بروجيكتس اللي نحنا كون ساتسفايد معناها بيهم، ولكن ديما نقعد نقول ماخي مانيش باش نحكيكم على البروجيكتس الكل، اما هاكا قبل الاسم باش من بعد تعملوا شويه ريشيرش وتشوفوا شنو هي خدمنا. اما باش نحكيكم عندي قصه اخرى زاده ابار لي عن ليروس انتربرونورز، وهي صارت لي انا ديما عندي حساسيه ديما كي نشوف حاجه نتبعها للاخر، وهذه ممكن الحاجه اللي عاملتني باش ناسس برشا حاجات في حياتي ونسافر برشا. مشيت لامريكا، ووقت اللي وصلت لامريكا وعملت سبيتش نتاعي في هارفارد يونيفرسيتي، يعني حاجه كبيره، نحكي لهم على الحكايه اللي حكيتها لكم توا، كيفاش اللي انا كنت صغيره، وكالامريكان الكل يصفقوا خاطر ذي بيليف ذا امريكان دريم والحاجات هذيك، ما بالهمش هذاك ات واز ماي دريم. قالوا لي اوكي يو ديد ات، هاك هو لي كل شيء. كي روحت نحكي لاصحابنا ما عجبتنيش امريكا، مش على حاجه، صحيح كنت هكا غصه وحبيت نمشي لها وبرا، اما ات وزنت يعني جوست على التريبس واني نسافر وكل شيء، ات واز ابوت ذا تشينج. اللي انا عرفت البوتنشلز نتاعي، عرفت على شنو قادره، واللي انا مع تيم وناس هكا بوزيتيف بيبل اللي ذي كان بليف ان مي، نجم ناسس برشا حاجات ونحقق برشا حاجات. بعدين شفت قدرت في سكولارشيب باش نمشي لكندا. وكالعاده بعد ايام الارهاب كما كنت انت تحكي بكري كل شيء، جايه نورمالمون الطياره بتاعي 9 غير ربع. وانا ضربتها من قصرين 5 سوايع، بوست انفراستركتور لها علاقه، وهذيك في الطريق وقفنا دولي. وبالطبيعه اي واحد جاي من القصرين هو از بوتنشال تيرورست، قادر يكون هز كلاشنكوف في الفاليز باش يفجر كل شيء. حبسونا حاسين نورمالمون، انا حسبتها بالوقت باش نوصل قبل معايا على طيارتي. نخلط الطياره نتاعي 9 ربع، انا نخلط 8 ونص للمطار. ولدي يسافر قبل تعرفوا اني استحاله باش يدخلوني خاطر فما اوريجيسترومون فما برشا حاجات. بون ما كنتش باش نهز الفاليز نتاعي، الحالة الأولى إني نهز الفاليز نتاعي ونروح نبكي ونشد الدار، والحالة الثانية إني نكبش في الحلم نتاعي. إيه قلت مانيش مروحة وباش نكبش في الحلم نتاعي. قالوا لي شنيا تعمل بلا أمشي أحكي مع شيف ديسكال وشوف شنيا نجم نعمل. مشيت خزرت له هكا في عيني قلت له هذايا حلم ومانيش باش نروح لدارنا بالفاليز نتاعي خاطر تركتوني، وخاطر نعرف اللي هذايا البروسيجر لازمها تتعمل على خاطر يخزروا لي أنا بوتنشال تورست. انا الحاجه الوحيده اللي كنت هزتها في الباليز نتاعي كانوا احلامي، مانيش هزت لاش الكوب. من بعد خسر لي الراجل هكا لا نعرف ولا يعرفني، ديريكت حط لي ورقه في يدي قال لي كاهو نتكلم داك توكي ووكي ويجري معايا، وهو طويل وانا قصيره وهيزني يجري، واعطاني ورقه في يدي نتاع البزنس كلاس باش نتعدى من غير صف ديريكت، على خاطر حاجه واحده، خاطر انا كبشت وحسني بالحق انا موتيفيتد وممكن انا نحقق حاجه. بعد شي وصلت وصلني ثم صف بارك لازم نفوتو سينو الطياره تفوت. خزر لي قال لي لا بون هو ما حكيش بالانجلي انا اي شود فايت باش نجم نوصل للصف الاولاني. وصلت للصف هذاك خاطر كنت برشا عباد عاوني. وممكن الحاجه هذه ستوري هذه تقعد ديما في بالي اللي هي كوان سيمبوليك، على خمس ساعات في الدنيا حتى حاجه بسيطه نجم تبقى شكون يعاونك او ما نجمش يوصلك للاخر، ديما ثم ستيب اللي انت لازم حارب لأجلها باش نجم توصل للدخل. أنا حاربت، وبالنسبة لي keep calm and fight for your dreams هذيك الحاجة أهم حاجة تشدوها اليوم، على خاطر حد ماهوش باش يعطيك النجاح على طبق من ورد ولا، لازمك أنت تحارب، ويلزم تتبع الإحساس نتاعك، ويلزم زادة تكون بكي في معاملتك، always surround yourself by positive people، تمشوا ديما كي إيفانتس كيف هكا، you network تعرف بروحك، تصدم، تعمل كلايم. على خاطر كان ساعات انت هكا ما تكونش عندك ثقة في روحك باش تخسر برشا حاجات، باش تخسر أول حاجة اللي الحلم نتاعك اللي نجم يكون يكبر يكبر، ولو كان انت ما غلطتش بكلمة واحدة وإلا بأكت واحدة كان نجم تحقق الحلم هذاك وتندم حياتك الكل. هذاك واش خلاني ديما بوزيتيف، تحملت برشا كلام تاع انت من البلاصة هذيك ما نعرفش شنيا. أول حاجة اللي أنا دخلت في البريبارة كنت في البكالوريا جبت يعني من الأوائل، كنت نقرا في عند فروفا خزر تيم القاصرين وجماعة البوزيت ساعات مازالت كي صارت ثورة، كي تعمل هذوك اللي يدبروا البلاد وهذوك اللي يهلكوها وفشلة ماهمش باش يوصلوا، تخيل روحك في كلاس وتقرا مع صحابك كل شيء ويوصلك الكلام هذاك. كنت نجم اني نوقف ونعمل معناها اكسيون و
اي حاجه يعني ردت فعل تكون سريعه على الاخر، لكن انا حطيت في قلبي قلت لازمني نثبت اللي في ولايه القاصرين وانا شنو خاطر ناخبر شعبي في الغادي they wanna change. لكن ما تعطاكش الفرصه، صحيح ما نجمش نمشي وير بيجينغ باش يعطونا الفرصه هذيك we should fight for it. وهذاك مش خلاني باش نحكي لكم اليوم على الصن السحري هذا. حبيت نعمل حاجه هكا تتحرك شوي، عندنا انيماسيون اللي الله غالب فما تكنيكال ايشي وكل شيء. الصن هذا كيما تشوفوه هو يخدموا به جماعة الايكونوميست وكل شيء، يحبوا يحسبوا الفلوس يعني المداخيل وكل شيء والمرابيط شنو هي خسروا. الصن هذا تنجم انتوما تعملوه كل واحد بالطريقة نتاعو، انا الصن هذايا يمثل كيفاش نوزن احلامي والمخططات نتاعي. اللي من فوق هما الدريمز واني ثينغ، الاني ثينغ ينجم يكون الامل، ينجم يكون السبورت نتاع الفاميلي نتاعك، ينجم يكون العش فلوس حاجة تايتل. وفما الباشن، وبالمرتبة بالكل ديما فما حاجة يلزمك تخدم عليها اللي هي الصبر، خاطر مش في عام مش في اثنين، صدقوني في النهار وقت اللي باش نشارك في حاجة تجيني يمكن الرفض أكثر من القبول، ورغم ذلك ما نتخشش على خاطر نعرف اللي ديما there is a way، يمكن حاجة كيف باش تجيني، أنا زاد لازمني نخدم عليها. في الوسط هذاك موجود هكا حطيت سبرينغ هكا باوند كل شيء، هذاك الحاجة الجينينغز باش يبقاولك. حتى حاجة كده ما عرفتش كيفاش تعملها، على الأقل عرفت it doesn't work this way، ثم there are more ways معناها باش تنجم تخدم بها. حاجة أخرى تتعلم expertise skills. أنا توا اللي تنجم نقف توا ونحكي قبل ما كانش عندي صحاب، ما كنتش حتى تنجم نحكي بالميكرو، أما توا بالحق thank you very much يعني for giving me the chance باش نحكي على الستوري نتاعي، اللي تنجم ما تشبهش القصص نتاعكم. أما الحاجة الوحيدة اللي ديما تفكروها believe in yourself، خاطر ديما الإنسان راهو يبدا من الباطن وأكيد باش يجي نهار ويحقق أحلام الكل. Thank you very much. ميرسي ميرسي مدام أحلام مسراوي.